صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا، واهلا بيكم في برنامج ضوء الشمس. وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه العام الجديد، ويا رب اللي ما حققش حلمه او اي امنيه ليه في 2019 يحققها في 2020. طبعا ده الموسم الثاني لبرنامج ضوء الشمس، اللي ما كانش يعرفه يتابعنا في البرنامج. والنهارده عندنا حلقه استثنائيه، حلقه مميزه جدا، حلقه استثنائيه وبالنسبه للسيدات، وهي وسائل منع الحمل. في ناس كتير قوي او سيدات كتير قوي مش عارفه ايه انواع وسائل منع الحمل، ايه اضرارها، ايه مميزاتها. كل ده النهارده هنعرفه مع دكتورنا اللي دايما منورنا، الدكتور امير حسن الحلواني، استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المكاني. اهلا بيك يا دكتور، أهلا وسهلا، أهلا منورنا وسهلا، النهارده، سنة وكل سنه طيبة، وانت طيب. سنة طيبة يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. كنا عايزين يا دكتور نعرف ايه انواع وسائل منع الحمل. يعني الست اول ما او السيده اول ما بتتجوز وبتيجي مثلا بتحمل او بتجيب الولد الاولاني، او اللي عاوز او عاوزه تاجل فتره الحمل شويه، فبتبقى تايهه مش عارفه ايه الانواع، ولان انواع كتير قوي متعدده. عايزين نعرف حضرتك باستفاضه تقول لنا ايه الانواع وايه مميزاتها وايه عيوبها. بسم الله. أنا أولا بحييك على حسن اختيار الموضوع، لأن الموضوع فعلا شيق، الموضوع فعلا فيه أسئلة كتير في أذهان الناس نفسها تجاوبها. مفيش بيت في مصر كلها ما عندوش حكاية أو قصة مع وسيلة ما من وسائل منع الحمل، إما حمل غير مرغوب فيه حصل، أو لخبطة هرمونية، نزيف حصل مع سيدة من السيدات، سيدات كتير بتشتكي من زيادة الوزن مع بعض الوسائل. الموضوع فعلا محتاج نجاوب على أسئلة كتير في أذهان الناس، وإن شاء الله أنا واثق إن بعد الحلقة دي في ناس كتير هتطلع مستفيدة وما فيش لخبطة بعد كده. الناس بتسأل إيه الفرق بين الحقنة بتاعت كل شهر والحقنة بتاعت كل ثلاث هو ده شهور، فعلا سؤالنا، لان في في ناس ناس كتيره جدا. فاكراها ايه مجرد الفرق؟ إن هو وقت إن أنا باخد دي كل شهر وباخد دي كل ثلاث شهور. لا، الموضوع مختلف تماما، دي قصة ودي ايه قصة. الفرق؟ الفرق بين حبوب الرضاعة والحبوب العادية بتاعت 21 يوم طب دي ايه اللي بقى، قصة خلينا بس كبيرة. في حاجه واحده، ايه الفرق بين الحقنه الشهريه لمنع الحمل والحقنه الثلاث شهور؟ طيب خليني بس أقسم لك كده الوسائل بوجه عام، وهعمل ستريس كده على الوسائل الهرمونية بالذات، وهنخش لها بمدخل معين هيفهمك وهيفهم المشاهدين إن شاء الله إيه يعني إيه وسائل هرمونية، ومش هيتلخبطوا تاني ما بينها وما بين مشاكلها حد. أولا عندنا أكثر الوسائل شيوعا في الاستخدام الوسائل الهرمونية واللولب، واللولب الهرموني ده بينهم، ده حاجة مشتركة ما بينهم، مشتركة ما بين اللولب ووسائل الهرمونية. عندنا وسائل ميكانيكية. يعني إيه وسائل ميكانيكية؟ يعني وسائل بتمنع وصول الحيوان المنوي للبويض أو داخل الجهاز التناسلي للأنثى. أشهرهم على الإطلاق هو الواقي الذكري أو القنبل اللي بيستخدم. في وسائل كيميائية، في وسائل كيميائية. يعني ايه كيميائية؟ يعني بتقتل الحيوان المنوي داخل الجهاز التناسلي للسيدة، طب وبالتالي عبارة بتعوق. عن ايه بقى؟ عبارة عن ايه؟ أشهرهم على الإطلاق اللبوس اللي بيتاخد قبل العلاقة لا دي الزوجية بقى، يبقى دي العلاقة الطبيعية، المشهور. لا، دي وسائل ملهاش منع علاقة الحمل. بالطبيعية، دي اسمها كيميائية. بعض الأدوية أو العقاقير اللي بتتحط في المهبل قبل العلاقة الزوجية، وبالتالي بتقتل الحيوانات المنوية عند دخولها على طول. في وسائل طبيعية، في وسائل جراحية. الوسائل الطبيعية هنتكلم عليها باستفاضة، إن كان تنظيم الوقت بتاع التبويض أو العزل الشرعي أو الرضاعة الطبيعية. دي وسائل الطبيعية. في تمام. وسائل الجراحية أشار على الإطلاق ربط قناتي فالوب أو ربط الأنابيب زي طب ما الناس بتستخدم الاسم ده. نبدأ حضرتك من الأول. يعني دلوقتي اتنين لسه متجوزين، في أول السيدة في أول الزواج قالت أنا عاوزة مثلا أأجل فترة الحمل شوية. هل في ناس كتيرة جدا أو سيدات كتيرة بتخاف تاخد وسيلة، وعندهم اعتقادات ان وسيله منع الحمل بتاثر بعد كده في الحمل؟ يعني لو هي لسه متزوجه دلوقتي واجلت او خدت اي وسيله، تخاف بعد كده ما يحصلهاش حمل بعد كده. هو طبعا مش كل الكلام ده حقيقي ولا؟ لا هو مش كل الوسائل بتنفع لسه متجوز. احنا بنفضل لهم وسيله معينه وهي الحبوب بتاعت 21 يوم. ليه؟ لان هي اون اند اوف، يعني هي بتستخدمها الفتره اللي هي عايزه تاجل فيها، واول ما بتوقفها بترجع للتبويض بتاعها عادي جدا بدون اي مشاكل. فده يعني ايه مفهوم خاطئ عند الناس، اللي هو لا انا اخاف، او مامتها مثلا تخوفها انت لو خدتي حبوب منع الحمل في اول 3 شهور جواز او اول 6 شهور، لا انت ممكن كده يحصل لك تأخر بعد كده أو عقم بعد ما تبطلي الوسيلة. ده طبعا مفهوم خاطئ جدا.
تمام. خلينا بس نبدا نسترس كده على الوسائل الهرمونيه. الوسائل الهرمونيه مفتاحها ان انا اعرف ان يعني في وسائل مكونه من هرمون واحد وسائل مكونه من هرمونين. الهرمون الواحد ده هو هرمون البروجستيرون، هو هرمون الحمل. فهو بيدي حاله للجسم شبه الحمل. ايه الوسائل اللي فيها الهرمون الواحد؟ الحبوب بتاعه الرضاعه، حقنه الثلاث شهور، الكبسوله، الامبلانون اللي بتركب في الدراع. في الدراع. ايه وسائل الهرمونين؟ دي وسائل مركبه، يعني فيها هرمون الاستروجين وهرمون البروجستيرون. هرمون الاستروجين هو اللي بيفرز من البويضات، الهرمون الانثوي عموما. تمام. طيب ايه هي الوسائل دي؟ الحبوب العاديه بتاعت ال 21 يوم باسمائها كتير اللي موجوده في السوق، والحقنه بتاعت كل شهر. اذا الحقنه بتاعت كل شهر دي هرمونين، الحقنه بتاعت الثلاث شهور دي هرمون واحد. يعني دي بتشتغل بطريقه، دي بتشتغل بطريقه. دي ليها متطلبات ودي ليها متطلبات، دي ليها اعراض جانبيه ودي اعراض جانبيه اخرى. تمام. ايه الاعراض الجانبيه بتاعتها يا دكتور؟ طيب عشان نعرف بقى الاعراض الجانبيه برضو بالنسبه للحبوب، هقولها لك برضو بطريقه مبسطه عشان بعد كده لما اقول المفتاح ده الناس خلاص هتفهم بعد كده انا لما اخد الحبوب هيحصل لي ايه، ممكن المشاكل اللي ممكن اتعرض ليها، المحاذير اللي انا ممكن تقابلني في استخدام وسائل. طيب اللي هو البروجستيرون ده او وسائل الهرمون الواحد، خلينا نتكلم في البروجستيرون. البروجستيرون ده ليه بعض المشاكل، اولا زياده الوزن، ثانيا ممكن يعلي الضغط او السكر في مرضى الضغط ومرضى السكر. ليه بعض اعراض الاكتئاب او الاعراض المودي تشينجز، اعراض تغير المزاج. تمام. احنا كده لو خدنا وسيله من وسائل الهرمون الواحد، الحقنه بتاعه ثلاث شهور او حبوب الرضاعه او الامبلانون كبسوله، احنا معرضين للاعراض دي، زياده الوزن، زياده الضغط او السكر، وبالتالي مش مفضله في مرضى الضغط والسكر. تالت حاجه المودي تشينجز، او ممكن نجيب اكتئاب او تغيرات في المزاج. تمام. ايه مشاكل الاستروجين؟ مشاكل الاستروجين اولا بيخلي الجسم اكثر رفضه لتكوين جلطات. مشاكل على الكبد، اكثر عرضه لبعض سرطانات الثدي، مش كل الانواع، سرطانات الثدي المعتمده على هرمون الاستروجين. تمام. وبالتالي الوسائل كده المركبه هتاخد بقى المشاكل بتاعه الاثنين، الاستروجين والبروجستيرون. مشاكل يعني كده الحبوب بتاعه 21 يوم مش مفضله في المرضى اللي جالهم جلطات قبل كده. تمام. مش مفضله للمرضى الضغط، مش مفضله لمرضى السكر. طب سؤال يا دكتور دلوقتي بالنسبه لحبوب منع الحمل، دلوقتي لو في سيده بتاخد حبوب منع الحمل وجت نسيت اسبوع تاخده مثلا او كام يوم، هل في وسيله او في حاجه ان هي تاخدها توقف العمليه ديت؟ او هو احنا في العادي القاعده بتاعتنا اللي هو نسيت يوم، فبتاخد ثاني يوم القرص اللي نسيته والقرص الثاني بتاع نفس اليوم. تمام. نسيت يومين بتاخد قرصين وقرصين. اسبوع ده بقى هي كده دخلت في حاجه اسمها وسيله طوارئ، هي كده محتاجه حاجه طوارئ. هل في بقى حاجه طارئه بتاخدها؟ في راس موجوده قرصين على بعض كده فيها كميه هرمون زياده شويه، او بتركب لولب في وقتها، لولب في تركيبه في نفس الوقت ده اسمه وسيله طوارئ. بيمنع ان الجنين ينغرس في جدار الرحم. تمام. طب يا دكتور لو مثلا في واحده سيده لسه اول مره هي مش عارفه يعني ايه اصلا وسائل منع الحمل فبتفكر، فهل حضرتك تنصحها بايه؟ ان هي اول حاجه تروح للدكتور وبيحدد لها، بتعمل فيه اختبارات او في فحوصات بتعملها عشان بتحدد الوسيله المناسبه لها، ولا اي تكون طيب السيده عندها كل الوسائل المناسبه ليها؟ ده سؤال جميل جدا. احنا بنشوف ممارسات طبيه خاطئه كتير قوي. الناس بتروح صيدليات عشان تطلب وسائل، الناس بتروح لحد مش متخصص، بتسال جارتها بتسال صاحبتها. لا، مفيش حاجه اسمها وسيله مناسبه، في حاجه اسمها ايه الوسيله المناسبه لي. يعني اللي ينفع معاكي ممكن ما ينفعش معاك. يعني سين من الناس ممكن ياخد لولب وترتاح عليه وما تعرفش تاخد الاقراص، ممكن يكون عندها حاجه من محاذير استخدام الاقراص. ممكن اختها او جارتها دي العكس، ما تفتحش على اللولب ويكون الاقراص هي الانسب ليها. احنا بنعمل ايه؟ لا، لازم اول ما تخش ونبدا كده بالقاعده الطبيه اللي احنا متعلمينها من واحنا طلبه في كليه الطب،
ان احنا بنمشي بالهيستوري تيكنج، يعني اخذ التاريخ المرضي للمريض، بعد كده الفحص، بعد كده اجراء تحاليل او فحوصات. طيب اول حاجه الهيستوري تيكنج، ان انا اخد تاريخ مرضي كويس من المريض. مثال على ذلك، احنا ممكن دلوقتي لو ما سالتش على سن المريضه، ممكن اروح مدي الحقنه بتاعه 3 شهور دي لمريضه مثلا فوق ال 35 سنه او ال 40 سنه، فجاه انا دخلتها في مشاكل هشاشه العظام اللي بيسببها الهرمون البروجستيرون بالجرعه المخزنه بتاعته دي. لو ما سالتش العيانه قبل كده كان في حمل خارج الرحم ولا لا، ممكن اخطا خطا طبي فادح واديها اللولب او راس الرضاعه اللي هي ممنوعه تماما في عيانه حصل لها حمل خارج الرحم قبل كده. لو ما سالتش المريضه دي جالها جلطات قبل كده، ممكن ادي لها راس 21 يوم وبنا كده وديتها في ده. القصد ان انا لازم اسال على التاريخ المرضي مفصل جدا للمريضه اللي قدام. سمعنا الفحص، فحص مهم، فحص الثدي. ممكن تكون السيده اللي قدامي عندها حاجه في الثدي، لازم تخضع لفحوصات الثدي، ممكن يكون ورم خبيث. وفعلا يا دكتور في برضه شائعات، وفي سيدات بتخاف من بتقول بتربط وسائل منع الحمل بسرطان الثدي، يعني عند ناس عندها هلع او شائعات بتقول ان الموانع الهرمونيه بتسبب سرطان في الثدي. مش كل الكلام ده صحيح مش كل ولا الوسائل الهرمونيه؟ هو الاقراص بتاعت 21 يوم لان هي فيها هرمون الاستروجين. طبعا الحقنه بتاعت كل شهر برضه تحتوي على نفس الهرمون، وهو هرمون الاستروجين المتهم الاول في سرطانات الثدي المعتمده على هرمون الاستروجين، بتتغذى على هرمون الاستروجين، زي برضه سرطان بطانه الرحم اللي هو بيعتمد على هرمون الاستروجين. ففي الحاله دي لازم اتجنبه. لكن الحقنه بتاعت 3 شهور، حبوب الرضاعه الكبسوله، لا، ده هرمون البروجستيرون ملوش اي مسؤوليه او اي علاقه بسرطان الثدي. تمام. في يا دكتور برضو شائعات بتقول ان كل وسائل منع الحمل بتسبب توتر، بتسبب ميه تحت الجلد، بتسبب ميه في المفاصل، بتسبب كده في كل الناس ولا في كل النساء ولا في حد؟ ده زي اللي قلناه، احنا عندنا هرمون البروجستيرون هو المسؤول الاول عن المود تشينجز. هرمون البروجستيرون هو هرمون الحمل. طبعا طبيعي الحامل برضه الحمى ما تعرفوش ان ساعات الحامل في الاول يجي لها شيء من الاكتئاب، بعد الولاده يجي بعض شيء من الاكتئاب، ده كله مسؤول عنه هرمون البروجستيرون اللي هو هرمون الحمل. فطبعا الوسائل اللي بتحتوي على الهرمون ده بتخلي السيده او المريضه اكثر عرضه ان هو يجي لها بعض الاعراض دي. لكن بعض الوسائل الثانيه طبعا، يعني اللولب العادي مثلا النحاسي او اللولب الفضي مش هيبقى مسؤول. تمام. اللولب الهرموني فيه بروجسترون برضه، فبدا يعني يبقى في حالات تشتكي من الموضوع ده مع اللولب الهرموني. طب هل مثلا استخدام الوسائل الهرمونيه هل على مدى البعيد بتسبب عقم للمراه؟ لا، ده مفهوم خاطئ جدا. مش خاطئ. احنا زي ما قلنا كده، مثلا الاقراص او الحقنه بتاع كل شهر هي اون اند اوف. طب انت اول ما تبطليها خلاص التبويض بيرجع لما كان عليه قبل استخدام. الحقنة بتاعت الثلاث شهور دي بروفيرا هي اللي ممكن تعطل شويه، ممكن لغايه 6 شهور. وده مش كل الناس، احنا بنقول ممكن، يعني في ناس اول ما بطل الحقنة تلاقي حصل حملة على طول. تمام. بالنسبه للامهات المرضعه هل ليهم وسائل منع الحمل معينه ولا بتاخد جميع اي نوع من وسائل منع الحمل؟ خلينا بس نفرق بين الرضاعه في اول 6 شهور والرضاعه بعد ال6 شهور. تمام. دي قصه ودي قصه. احنا معتمدين على هرمون البرولاكتين، وبعد 6 شهور مش معتمدين عليه، الطفل بيبدا يخش له اكل من بره. فاول 6 شهور الوسائل اللي فيها هرمون الاستروجين، ان كانت الحقنه بتاعت كل شهر او الحبوب ال 21 يوم، ممنوعه تماما، لان هي بتقلل اللبن او بتقلل الرضاعه، لان هي بتعاكس هرمون البرولاكتين وشغله على الغدد اللبنية. لكن بعد كده خلاص مش فيش مشكلة، وده الأفضل على فكرة، إن احنا بعد 6 شهور نتحول من وسيلة راس الرضاعة لراس ال 21 يوم، لأن هي ساعتها بتبقى أكثر أمانا وأكثر فعالية. تمام. بالنسبة يا دكتور لحالات مشاكل تكيس المبايض والأورام الليفية
وتأخر الدورة الشهرية أو عدم انتظامها، هل يتجنب وسائل منع الحمل ولا عادي بتاخدها، ولا ليها وسائل معينة بتاخدها طيب في تمام. الفترة دي؟ بص احنا قبل كده اتكلمنا على تكيس المبيض. عادة مريض التكيس المبيض بتشتكي من يا اما تأخر دورة يا اما تأخر في الحمل. زمان كنا بنعالجها بوسيلة من وسائل منع الحمل او الإقراص بتاعت 21 يوم. خلاص الكلام ده يعني عفى عليه الزمن. دلوقتي عادة اللي بتجي لنا عايزة حمل نبدأ معاها على طول أكثر الطرق فايدة ليها وأوضحها، وهو تنشيط التبويض من غير ما نبدأ في إقراص منع الحمل. تمام. بالنسبة للورم الليفي ما بيستخدمش معاه طبعا، لا يفضل استخدام الإقراص بتاعت 21 يوم لأن هي ممكن تزود في حجمه. نظريا كده ممكن نستخدم الحقنة بتاعت 3 شهور. تمام دكتور، هنطلع فاصل وفاصل تمام. ونواصل. وعدنا لكم بعد الفاصل مع الدكتور أمير حسن الحلواني، دكتور أمراض استشاري الأمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري. دكتور كنا عاوزين نعرف دلوقتي إيه الفرق بين اللولب النحاسي واللولب الهرموني؟ ده فرق زي ما نقول كده الصمم الأرض. اللولب النحاسي هو اللولب البدائي اللي هو مشهور موجود في الوحدات الصحية أو في المستشفيات أو في العيادات. بيختلف طبعا من شركة لشركة على حسب اللي بيفرق موضوع شركة لشركة ده هو مدة الاستخدام. بيشتغل ازاي اللولب النحاسي؟ هو بيمنع وصول الحيوانات المنوية بميكانيزم او باخرى للبويضة، وكمان بيمنع بشيء ما برضو الامبلانتيشن اللي هو دخول الجنين في بطانة الرحم. طيب اضاف الى اللولب الهرموني، زمان كانت الناس كتير او ما زالت الناس اللي بتركب لولب النحاسي في ناس بتخوض تجربه صعبه جدا بالنزيف المهبلي. الدوره ده ما كانت بتجي لها 5 ايام بقت تجي لها 10 ايام. ناس بتقعد بال 15 يوم. طيب جينا اضفنا بقى موضوع اللولب الهرموني ده عشان يحل القضيه الكبيره دي. اللولب الهرموني زي ما نقول كده سحر. في جهاز دقيق جوه اللولب نفسه بيفرز كل يوم كميه معينه من هرمون البروجسترون. بيعمل بقى ايه هرمون البروجسترون مع الوقت؟ بيعمل ضمور في بطانة الرحم. ضمور بطانة الرحم ده اداله حاجتين. اولا بيخليه يتلاشى مشكلة النزيف المهبلي، وبالتالي السيدة بعد مثلا ما ركبته ب6 شهور بتبدأ خلاص الدورة تجيلها يومين نقط بسيطة، فخلاص قللت المعاناة الكبيرة بتاعة اللولب النحاسي. ثانيا بيخليه أكثر فعالية. إزاي؟ هو عمل ضمور في بطانة الرحم وبالتالي الجنين ما يقدرش يثبت في بطانة الرحم. زود كثافة المخاط الموجود في عنق الرحم، بالتالي بيمنع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة. تمام. في يا دكتور برضو عايزين حضرتك تكلمنا على الكبسولات اللي بتاخد تحت الجلد. دي إيه أضرارها وإيه مميزاتها؟ هي مميزاتها ان هي وسيله بتتركب 3 سنين، ركبناها مره واحده ونسيناها، ولكن مشكله كبيره ان هي بتتركب بسهوله وتتشال بصعوبه. وبعض الناس بتبقى مزد، يعني ممكن بالبلدي كده تسرح جوه في دراعها وما تعرفش تشيلها عند طبيب النساء، لازم تخش لطبيب الجراحه وساعات تخش عمليات تحت بنج كلي عشان تتشال. بطريقه باخرى هي هتتشال اصعب ما ركبت، وبالتالي يعني برضه مش يعني بنخليها من اخر الوسائل اللي ممكن ننصح بيها. تمام. هل وسائل المنع الحمل او الوسائل الهرمونيه بتاثر على الحاله الجنسيه للست؟ زي ما قلنا كده ممكن تعمل المود تشينج زي ما قلنا كده، وسائل البروجسترون وبتقلل الرغبه الجنسيه طبيعي عند الست. بالنسبة دلوقتي في حملة الفحص الثدي برعاية رئيس الجمهورية، طبعا مشكورا هو عاملها. في ناس عندها هلع من الفحص الثدي، ويعني وعندها مشكلة
وهلع وخايفه تروح تعمل الفحص دوت عشان يكون عندها اورام في الثدي او كده، حضرتك تنصحهم بايه؟ انصحهم لا، الحمله جميله صراحه، حمله بتطمنك على نفسك، كل يوم بنكتشف حاجات كتير فيها كويسه. في ناس ما كانش واخده بالها اصلا ان في كلاكيع او مشاكل عندها في الثدي اكتشفوها اثناء الحمله. بلاش حاله الهلع، انت كده كده هتطمني على نفسك، كده كده هيطمنوكي ما تقلقيش. المشكله دلوقتي ان كانت صغيره حلها هيبقى بسيط، ما تسيبيش نفسك لغايه ما تلاقي نفسك المشكله كبيره. احنا عارفين سرطان الثدي ده بالذات شرس جدا، ممكن ما يبانلكيش في الاول، ما يبانلكيش غير في مراحل متاخره جدا. فلا يعني حاولي تروحي، الحمله جميله جدا صراحه ومؤثره جدا، واكتشفت ناس كتير ان كانت عندها اورام حميده او اورام خبيثه. طب في حالة لو في سيدة اكتشفت انها عندها اورام بصرف النظر النوع ايه، خبيث او حميد، هل بتاخد هرمون معين من وسائل منع الحمل، زي ما قلنا احنا بنتجنب مانع خالص معين ولا الوسائل اللي فيها هرمون الاستروجين، كانت الراس بتاعت 21 يوم او الحقنه بتاعت كل شهر فقط، لكن باقي الوسائل مفيش مشكله، خليكي ماشيه زي ما انت ماشي. طب بالنسبه للسيدات اللي هي تم الحمل اثناء تركيب وسيله اللوب، حامل على الاول، حامل على او حامل على المبيض حصل حمل على الاول كان بره الرحم او داخل الرحم، طبعا دي يعني صدمه كتير جدا ومشهور جدا الموضوع ده. عفوا، مشهور جدا الموضوع ده، في ناس كتير بتحمل على الوسيله خصوصا اللولب. اهم حاجه لو اكتشفت ان انت حامل على طول بتتوجهي فورا لاقرب طبيب او الطبيب الخاص بتاعك، لازم يفحص موضع اللولب ده فين في الرحم. لولب لو الفتل بتاعته باينه الافضل ان هو يتشال عشان ما يعملش عدوى حوالين الجنين. لو الفتل بتاعته مش باينه ما بنحاولش طبعا نشيله بالالات اللي بتخش جوه الرحم. حمل خارج الرحم دي قصه بقى، قصه صعبه صراحه وتجربه صعبه عند بعض السيدات. اهم حاجه بعد انتهاء التجربه دي ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش تركبي لا لولب تاني ولا تاخدي قرص الرضاعه، لان هم بيزودوا الريسك او بيزودوا فرصه ان هو يحصل لك حمل خارج الرحم تاني. ليه؟ تمام. ليه؟ لان بيعطلوا او بيقللوا شويه الحركه العضليه بتاعه قناتي فالوب، فبالتالي الجنين ممكن يكون وما يلحقش يوصل لبطنه الرحم فيبدا يكون في الانبوب. طب في الحاله دي ايه الوسيله اللي تناسبها؟ عندنا الراس بتاعت 21 يوم، عندنا الحقنه بتاعت كل 3 شهور. انا كان عندي مريضه حصل حمل خارج الرحم، وطبعا تاني مره ربنا كرمها حمل داخل الرحم مكمل، ففي اول 6 شهور، اول 6 شهور مش هينفع كده الا تاخد حبوب رضاعه، ولا هينفع تاخد لولب، ولا هينفع تاخد الراس بتاعت 21 يوم لانها بتقلل الرضاعه. فدي بتركب يا اما الكبسوله يا اما الحقنه بتاعت 3 شهور، ودي الافضل ليها الحقنه بتاعت كل 3 شهور. طب في حاله بقى في ناس بتحمل في قلب الرحم، يعني الحمل يبقى داخل الرحم واثناء وجود لوب لولب او اللوب، زي ما قلنا هل بقى هل دوت يعني مثلا بيفضل مع الجنين، يعني في بيدخل اصلا في الرحم يعني بيدخل مع الجنين في الرحم؟ لا، هو عاده لما بيحصل حمل على اللولب، اللولب ما بيبقاش في مكانه اصلا مظبوط عشان كده حصل حمل، فبتلاقي كيس الجنين بيكون في مكان واللولب بيفضل في مكان تاني ما بيخشش معاه. يعني مش عايزين برضه نتخيل ان في ناس متخيله ان هو الجنين هينزل باللولب في ايده او تحت باطه، لا ده هو بيبقى اللولب خارج اصلا الكيس اللي بيحمي الجنين. فاحنا بنكمل عادي، لو الفتل بتاعته مش باينه بنسحبوش طبعا ما بنشيلوش، وبنكمل عادي ومع الولاده بننزله. تمام. طب لو في يا دكتور في حد سيده جربت كل الوسائل وكل اللي بتاخد وسيله مش نافعه معاها، حتى البرشام طبعا حضرتك او الحبوب حضرتك بتقول وهي بعانت منه ان هو بيسبب دوخه وبيسبب لها الاعراض اللي قلت عليها، وخدت جميع الوسائل مش نافعه، كل ما تاخد وسيله تسبب لها مشاكل، دي بقى ايه احسن حل ان هي تاخده؟ طيب بص، احنا يعني شفنا يعني مرضى من دول كتير جدا،
لدرجه ان انا شفت مره مريضه حملت على كل الوسائل. كانت والده 9 قيصريات وكل قيصريه ليها وكل ولاده كانت لها قصه. يعني كل الوسائل ضربتها حتى التيوبر ليجيشن اللي هو ربط قناتي فالو ربط الانابيب جربتهم وحملت بعدها. طبعا دي تبقى صدمه علميه كبيره جدا قدامنا. فاحنا ساعتها بنحاول نعمل حاجه اسمها دبل كونتراسبشن. يعني هي وزوجها يستخدموا وسائل. دي الوسائل الطبيعيه. نتجه بقى الوسائل دي وهي وجوزها بقى. يعني جوزها هيستخدم الواقي وهي هتستخدم وسيله ثانيه عشان يبقى في حمايه مزدوجه. طب في نهايه حلقتنا النهارده يا دكتور بشكر حضرتك وكل سنه طيب اللي انت نورتنا كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك ان شاء الله. وبشكر الدكتور امير حسن الحلواني استشاري امراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري. وبشكر حضراتكم وكل سنه طيبين وكل سنه واخواتنا الاقباط بخير وسعاده يا رب يكون عيد سعيد عليهم وعلى مصر كلها. وبشكركم على المتابعه وانتظرونا في حلقه قادمه مع برنامج ضوء الشمس الموسم الثاني.